قلت في البدايه ان احنا بنرصد جميع المبادرات الخيريه اللي بيعملها شباب وبنات مصر خصوصا بعد الثوره. المبادرات دي زي ما قلنا في البدايه كانت موجوده من قبل الثوره، بس يمكن الثوره هي اللي شجعت الشباب دي او شجعت وسائل الاعلام ان هي تظهرها. النهارده معانا مبادره اسمها مبادره، احنا كنا بنقولها نفهم، ضيوفنا صلحوا لنا ان هي اسمها مبادره نفهم. معنا مين يا أمي؟ نفهم. هنفهم دلوقتي مع الاستاذه هايدي رفيق مسؤوله العلاقات المجتمعيه بمبادره نفهم، ومعنا كده الاستاذ مصطفى فرحات شريك مؤسس في مبادره نفهم. اهلا بيكم معانا. اهلا بيكم، منورنا النهارده. طيب يعني ليديز فيرست طبعا. طبعا اكيد. طيب عايزين نعرف في البدايه يعني انتوا ابتديتوا امتى وايه مبادره نفهم، هي عباره عن ايه؟ تمام، احنا تقريبا بادئين بقالنا سنه ونص، سنه لسه قريبين يعني. بعد الثوره تقريبا. تقريبا بعد الثوره. ليه ايه نفهم؟ ايه بقى عباره عن ايه المبادره؟ احنا دلوقتي سوفر احنا عملنا ويب سايت، احنا بلاتفورم ادوكيشنال بلاتفورم، بناء عاملين ويب سايت تعليمي اسمه nafham.com. بنعمل دروس تعليميه في كل المواد من اولى ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. حلو قوي. احنا دلوقتي بدانا بالمناهج الحكوميه المصريه الحكوميه وانجزنا فيها الحمد لله، فمستنيين بس. وفي ناس يعني في ناس حابه بتتجاوب معانا يعني في تواصل، يعني في تواصل معاكم من خلال انتوا ليكوا صفحه على الفيسبوك ولا وعلى وليكوا موقع سايت يعني على النت ولا ايه؟ لينا ويب سايت زي ما قلت لحضرتك nafham.com، ولينا بيج على الفيسبوك. احنا دلوقتي كمان بنعمل حاجات ثانيه زي موبايل ابلكيشن وويندوز ابلكيشن، احنا ده دلوقتي شغالين فيه. ففي لسه. طيب بس في تطور بقى مع الاستاذ مصطفى عن المبادره بالتفصيل كده. المبادره بتدعو لايه؟ بتخاطب مين؟ بدات امتى؟ كلمني عنها بالتفصيل. هو اهم حاجه طبعا فكره التعليم، يعني هي النقطه اللي احنا واجهناها وكلنا حسيناها بعد الثوره، ان مستوى الفهم عند الناس وكان كله سبب التعليم. التعليم كان فيه مشكله كبيره قوي عندنا، ناس تطلع للاسف اصلا في ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب، يعني في مدارس ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، فمأساة. فطب ليه الحاجات دي ما بتتحلش وليه لغايه دلوقتي في مشكله في التعليم برغم كل اللي احنا بنسمعه بقى لنا سنين؟ في كم دروس خصوصيه، انا واحده من الناس بدي لابني دروس من اولى ابتدائي. ليه؟ لان ده كان جيل السواين فلو والانفلونزا الطيور والثوره، فخلاص خدع الدروس. صح. فما ينفعش ان انا خلاص الغي موضوع الدروس ده. بالتأكيد. فانا عايز اعرف برضو من حضرتك، يعني احنا مليارات بتتصرف في السنه بحيث تغطي تكاليف الدروس الخصوصيه دي، اولياء الامور بيصرفوا مصاريف مهوله ده غير مصاريف المدرسه اصلا. بالظبط. كتير. طيب إيه؟ ازاي نحل الموضوع ده؟ واحنا قلنا طيب خلاص الدوله دلوقتي بتحاول انها تساهم، احنا خلينا نركز مع نفسنا ونشوف احنا نقدر نقدم ايه. احنا نقدر نستخدم تكنولوجيا التعليم، عندنا خبرات في مجال التكنولوجيا ومجال الانترنت، قضينا سنين ان احنا بنعمل مواقع على الانترنت بنقدم خدمات للشباب وللمراه وللطفل و طب تعالوا نستفيد من المجال ده بالخبرات دي في مجال التعليم. والموضوع سهل قوي، ان الانترنت ممكن ان هي تساعد في نهضه تعليميه في البلد من غير ما نصرف نفس كميه الفلوس اللي كانت بتتصرف لا على دروس خصوصيه ولا حتى على انشاء المدارس و طبعا الكلام ده كله مهم، محتاجين مدارس، محتاجين بس انا يعني في حاجه برضو عايز اقولها لحضرتك. انا عن نفسي ما عرفتش الموضوع ده الا لسه امبارح لما عرفنا ان حضرتك هتبقى ضيفنا ان شاء الله النهارده. ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، يعني انتوا ليه مش عاملين دعايه؟ ليه ما بتسوقوش عن نفسكم؟ يعني انا واحده من الناس، انا هدخل النهارده وهشوف المناهج فعلا، انا ابني في ثالثه ابتدائي هدخل اشوف فعلا هل انتوا الدنيا اخبارها ايه. ماني توكس يعني. فكره احنا ليه ما بنعملش كده؟ فلوس طبعا. فلوس. احنا بدل ما نختار نعمل جزء من المناهج ونتجه ناحيه السوق ونبتدي نسوق نفسنا، احنا قلنا نركز مع المنهج ونركز مع المحتوى ونقدم محتوى. بس المنهج الحكومي صح كده؟ المنهج الحكومي. لغايه دلوقتي شغالين على المنهج الحكومي. بتجيبوا بقى متخصصين حد يعني يشرح الموضوع ده ولا انتوا اجتهادات ذاتيه؟ بصي، هو المحتوى العلمي بيجي من اكتر من طريقه، فعندنا
احنا بنجيب مدرسين او ناس متخصصه في الماده بيبداوا ان هم من اكتر من 60 مدرس عندنا وبدون مقابل مادي. في منهم بياخدوا مكافئات، في منهم مقابل مادي، في متطوعين كتير، وفي في حاجات تانية كتير. هادي هتتكلم تمام. في ده جزء من المحتوى العلمي بيجي لنا عن طريق الموضوع ده المدرسين. في جزء تاني يعني مثلا حضرتك بتشرحي لابنك، ممكن في طرق للتسجيل موجودة برضو على الويب سايت بتاعنا، شرحة طرق التسجيل ازاي بدل ما بتشرحينه مثلا مرة. احنا شايفين يعني ده هنا مثلا ام بتشرح لابنها باستخدام، يعني في فكرة منصوري دلوقتي في التعليم. احنا طبعا منصوري محتاج الحواس الخمسة يبقوا انجيج مع الطالب، بس احنا بنحاول ان احنا نستخدم حواس البصر والصوت. انتوا ده منزلينه على الانترنت على السايت بتاعك؟ ده موجود بالظبط. فازاي ممكن الام انها باللعب بتاعة الطفل تعلمه حاجة؟ ممكن تعلمه ان اللعب اللي يقسم اللعب بتاعته البيضة لوحدها على الجنب والازرق على جنب، وبعدين تبتدي تدخله فكره طب ازاي نجمع، طب تعالى نجمع الابيض مع الازرق ونشوف ازاي ممكن يدونا كام، ويبتدي يتعرف على فكره الجمع. طب في حاجه بتؤرقني بقى يعني التايم تيبل، جداول الضرب. جداول الضرب يعني في اقتراحات مشروح بيها جدول الضرب، واحنا بقى النهارده بنسعى ان الناس. طب احنا نشرح ده وبعدين نرجع للتايم تيبل او جداول الضرب. طيب دي دايجرامز، احنا بنبسط المحتوى بطريقه ثانيه، ان احنا ممكن نعمل دايجرامز بدل ما الموضوع معقد ومكتوب تحت بعضه كده الف كذا ب كذا تلاقي دي مش عارف ايه، وبعدين اولا ثانيا لا، الموضوع كله لو اتعمل في شكل دايجرام، عوامل احيائيه دي عباره عن الف وباء وجيم، بالمنظر دوت ممكن اصلا تثبت في المال. الطالب بيفتكر كمان حتى وهو بيجي بيذاكر بيفتكر الشكل المرسوم. ولو كمان استخدام شويه صور بسيطه زي نبته صغيره او نبات او حيوان هو ده منهج بتاع انهي سنه ده؟ نعم ما مرش عليا لسه. ده بتاع ايه؟ ده تقريبا ثانوي. ثانوي ما مرش ولا هيمر عليا الحمد لله. علوم بيئيه. فالموضوع يعني فعلا لو اتشرح بطريقه زي كده ما فيش ابسط من دوت ممكن ان هو يوصل المعلومه. ده واحنا بقى كمان بقى مش بس ان احنا الطريقه اللي احنا بنعملها يعني دي طريقه واحده، احنا الدرس عندنا الهدف ان احنا بنجمع المعلومه من كل مكان على الانترنت. يعني الدروس اللي احنا بنعملها زي الدروس اللي اي حد بيعملها. اي مبادره بتحاول انها تعمل مبادره تعليميه، في ناس كتير حاولت ان هي تعمل مبادرات، وبناخد احنا المحتوى بتاعهم ونحطه جنب المحتوى بتاعنا، بحيث يبقى قدام المستخدم كل الطرق وهو بالنسبه له. دي طريقه ثانيه مثلا، ده درس في النصوص عباره عن قريت شعريه. ايه ده، انا يوسف خد البتاع ده. ايوه هو ده. ايوه خد النشيد ده. عاملينه نشيد بشكل بصوت وفي سنه ثالثه ثانيه، كان السنه اللي فاتت او الترم الاولاني حاجه كده. بس فاحنا عاملينه بمزيكا بسيطه، اغنيه بسيطه، بحيث ان الموضوع يبقى محبب كده ليه، ان هو ممكن يفتكره بالاغنيه ويردده، يبقى الموضوع بالنسبه له مش كتاب كده. مش حاجه. طيب الحاجات اللي انتوا بتعرضوها علشان نفهم، يعني بتعرفوا ان الناس محتاجاها منين؟ يعني هل مثلا في حد مثلا من اولياء الامور بيطلب منكم ده، بيوجه نظركم لده؟ هو مبدئيا اي مثلاً حاجه موجوده في الكتاب بتبقى موجوده ليها مكان على الموقع. اي درس موجود ليه مكان على الموقع. ايه بقى الدروس اللي فيها ضعف وايه الدروس اللي فيها الناس مش محتاجاها؟ احنا اكتشفنا ان الناس محتاجه كل حاجه. بس فعلا في حاجات الناس بتسال عليها دايما. احنا دلوقتي مغطيين المناهج اللي هي المدارس العربي. ناس كتير محتاجه المدارس، محتاجه اللغات. ايوه صح. احنا ما نقدرش بس نشغل نفسنا بحاجتين مره واحده. هنخلص الاول ان شاء الله المناهج العربي وبعدين نبقى ندخل. طيب في معانا عبودي بيقول انا بسمع المبادرات كتير بس ما اعرفش هي فين ولا فين موقعها، عايز اعرف فين موقعها، اعمل ايه لو عايز اشترك معاكم في المبادره. nafham.com nafham. تاني قولها تاني بقى كده للكاميرا. nafham.com. نفهم بالعربي بالانجلش. يكتب بالعربي حتى على جوجل. طيب بيشترك بقى ممكن بتعملوا له مثلا زي انترفيو او بتعملوا مقابله؟ لا هو مجاني. لا اللي عايز يشرح او يعني انتوا ازاي بتثقوا في قدره المدرس او المعلم اللي هيشرح للولاد؟ تمام. هو لازم تقابلوه متهيألي. بالنسبه للمعلم دي حاجه ثانيه، المعلم بيتعمل له انترفيو او احنا بنسميه مشارك او مساهم. ما هو ده تقريبا عبودي عايز يشارك في المبادره. تمام. هو لو طالب ابعت لنا عبودي يقول لنا انت طالب ولا انت يعني خريج ايه ولا ايه؟ لو ولي امر او حد مش مختص في الماده العلميه. في لو ممكن نجيب الهوم بيج او الزرار، في زرار احمر على الهوم بيج بتاع الويب سايت، على الصفحه الرئيسيه بتاعه الويب سايت. تمام. جديد احنا عاملينه. بيقدر لو داس عليه او دخل عليه اهي الهوم بيج. ده شكل المنهج.
بصي هو هنا هشرح لك اكتر، دي الدروس في لكل درس في اكتر من طريقه للشرح. هو ده الزرار اللي كنت بتكلم عليه الاحمر ده. لو دخلنا عليه هيورينا ثلاث اساليب لشرح الدروس، فهو ممكن يقدر يشوف انسب طريقه ليه ويسجل الدروس ويرفعها لنا. تمام. حتى ممكن اشرح بسرعه يعني. هو في طريقه بالورقه وبالقلم وبيسجل، بيثبت الموبايل بتاع. دي مسابقه، احنا عاملين مسابقه برضو. هي ودي طرق اللي هي دي طرق الشرح اللي انا كنت بقولها من شويه. طريقه بالورقه وبالقلم عادي، يثبت بس التليفون تليفونه بشكل معين، كاميرا التليفون بشكل معين، ويبدا يشرح الدرس عادي او باستخدام الوايت بورد والكاميرا برضو نثبتها بشكل معين. ممكن الفيديوهات هتشرح اكتر. احنا لقينا ان الناس فعلا زي ما هي دلوقتي بتسال ونفسها انها تشارك. ولقينا ان فكره ان انا ابتدي اقابله وناخد ميعاد ونشوف وبعدين اقول له هتعمل ازاي وبعدين يشتغل، كل الكلام ده كله ممكن اتخطاه باستخدام الويب سايت. هيخش على الويب سايت في زرار قدامه هيدوس عليه يدخل يعمل اللي هو عايزه، يسجل الدرس بالطريقه اللي هو شايفها مناسبه، يبعت لنا الدرس هنراجع الدرس هنحطه في مكانه مظبوط، هيتقال ان الدرس دون الشخص الفلاني هو اللي شارك بيه، هياخد نقط على دون. لما الناس تعجبها الدرس وتبتدي تتفاعل معاه وتحس فعلا ان هي فهمت الدرس دون، في زرار الطالب يقول انا فهمت الدرس ده. الله جميل. اول ما بيدوس على فهمت الدرس ده بياخد نقط زياده. هنكمل كل ده ونعرف بالتفصيل، ولكن بعد فاصل سريع لاذان المغرب ونرجع لكم مره ثانيه. حاجة جميلة ان احنا نجد في شبابنا اللي عندهم رغبة كبيرة في ان الشعب المصري يفهم، ودي قد ايه حاجة جميلة قوي، محتاجين احنا كمان بقى احنا نقبل عليها ونعاونهم كمان فيها. ده بيخلينا اسألكم طبعا، يعني انتوا محتاجين معاونة من حد؟ طبعا من انا دلوقتي محتاجين ان الناس كلها تبدأ تدخل وتبدأ تسجل، يعني زي ما نرمين قالت انه لو هي مثلا بتذاكر لابنها هي ممكن بدل هي بتضيع مجهود ووقت ان هي تشرح بس لشخص واحد في الوقت نفسه، ان هي ممكن تقضي نفس المجهود ونفس الوقت في انها تفيد ناس كتير مش بس ابنها. فممكن بطريقه سهله انها تسجل الكلام ده فيديو وترفعه على الويب سايت بتاعنا ونبدا نراجعه. هيسمعوا ما لا يرضيهم. لا يعني نعمل ده ازاي؟ فقولوا لي تاني نعمل ده ازاي. هو في مسابقه دلوقتي احنا خلاص هتشتغل كمان في الايام القادمه، يعني بالتعاون مع النهارده ان شاء الله بالتعاون مع اكبر منتدى للسيدات يعني فتكات معروف. ايه فتكات ده؟ برضه في موقع اسمه فتكات، موقع الكتروني يعني اسمه فتكات منتدى للمرأة. دلوقتي بنعمل المسابقة ان انت بتدخلي بتسجلي عندنا على الويب سايت بتاعنا، هو الزرار الاحمر ده هو عنواننا دلوقتي، هو كل الزرار الاحمر. فهو هيفهمك اكتر زي ما قلت لك في الاول، عندنا ثلاث طرق للتسجيل الفيديو. لو في حد في افكار ثانيه يعني، دي يمكن الحاجات المستخدمه البسيطه اللي قدام كل الناس يعني. ما حدش ما عندوش دلوقتي موبايل بكاميرا كويسه ممكن يدخل ويسجل، لو حد عنده كاميرا فيديو بتسجل كويس ووايت بورد مثلا ممكن يدخل ويسجل. فلو حد عنده، في ناس كرييتيف قوي مثلا، في كان عبد الله من الزقازيق، عبد الله رضا من الزقازيق اوريدي بيعمل حاجات زي ما شاء الله بيعمل حاجات زي كده. وفي كان عندنا دلوقتي شفنا الزرار الاحمر تاني. هو ده الزرار الاحمر. عندنا كان في محمد جوده، كان واحد من ضمن الناس اللي كانت عامله مجهود لوحدها انضم لينا، انضم للفريق وبقى حلو من التيم. يعني احنا احنا دايما يعني مفتوحين لكل الناس، بيتجمعوا بعض ومجتمع منظمات المجتمع المدني دلوقتي بنحاول نتواصل معاهم كلهم ونحاول ان هم يساعدونا الحكومه اخبارها ايه معاكم؟ وطالبين حاجات او يعني الحكومه انتوا عايزين منها حاجه تساعدكم في حاجه تساندكم في كتير حاجه؟ حاولت في موضوع الحكومه دون طب قول يعني يمكن حد يكون بيسمعنا دلوقتي. احنا ماشيين بالحاجات اللي حضرتك عليها دلوقتي ومستعدين لاي تعاون. بشرط ان احنا مش عايزين نتوقف، يعني لو دخلنا في اي دايره مش هنخرج منها. احنا نقدم طلبات ونقدم مش عارف ايه وكلام من ده وعشان نخش مش محتاجين دوان. احنا ماشيين في اتجاهنا ومستعدين لاي نوع من انواع التعاون على الارض على طول. تمام. طيب في عبودي بيقول طيب يا ترى الناس الغلابه اللي في العشوائيات بتستفيد من كده؟ متهيألي اكيد يعني قصد على الانترنت صح؟ من ضمن نوع من ضمن التعاون اللي احنا بنحاول نعمله مع المنظمات المجتمع المدني، ان يبقى في كل قريه زي سبوت تقدر من خلالها يبقى في زي انترنت كافيه،
يقدر ان هو يوصل الموقع ده للناس كلها حتى لو ما عندهمش انترنت. ده هايل. مش بس كده، ممكن شركات المحمول ممكن يبقى فيه تطبيقات خاصه بنفهم هدفها انها توصل ديفايس معينه او موبايل معين للناس اللي محتاجه، طلبه محتاجه فعلا الدروس دي، بدل ما يروح يصرف فلوس في دروس خصوصيه هو ممكن ياخد السعر الموبايل ده بسعر مخفض عن طريقه، يقدر ياخد كل المنهج اللي هو دي كلها مبادرات انا بكلمك عنها لسه ما ابتديناهاش. في كمان في سناتر او سنترز بتدي الدروس بسعر مدعم او اقل شويه، زي مثلا سواء سنترز او كنائس او مساجد، فممكن حاجه زي كده يستفيدوا من ده، يعني مش محتاجين ان هم يجيبوا تيم مدرسين عشان خاطر يغطوا المناهج. يعني بروجيكتور او داتا شو هيبقى كافي درس وجدول مثلا يشوفوا يحددوا فيه للطلبه مواعيد الدروس وكده هيبقى كافي. طيب ايه الجديد اللي انتوا ان شاء الله ناويين تقدموه الفتره اللي جايه؟ احنا دلوقتي احنا مهتمين اكتر حاجه بالكراود او بعامه الناس هي اللي هتساعدنا في ان احنا نوصل لهدفنا. احنا لوحدنا زي اي مبادره ابتدت قبل كده ووقفت، مش عايزين ان احنا نوقف، احنا عايزين مسانده الناس كلها علشان خاطر نكمل. محتاجين اي حد يقدر ان هو يوصل المبادره دي للناس فعلا اللي ممكن تستفيد منها، يوصل لهم المعلومه دي. يعني ده اكتر حاجه احنا محتاجينها. يا رب، واحنا كلنا معاكم من خلال شاشه قناه التحرير وبرنامج فيها حلوه فيها حاجه حلوه، احنا طبعا كلنا معاكم، واي جديد هنكون برده معاكم ونعرف الناس عن مبادره نفهم، صح كده؟ طيب شكرا جزيلا ليك استاذ مصطفى فرحات، شريك مؤسس في مبادره نفهم، شكرا جزيلا ليك. استاذه هايدي رفيق، مسؤوله العلاقات المجتمعيه بمبادره نفهم، شكرا جزيلا ليك ونورتونا النهارده. نطلع بقى الفاصل ونروح لساره في المطبخ والاكل والروائح ابتدت تهل، نروح لساره ونرجع لك. تعالوا تاكلوا معانا. شكرا لك، شكرا لك.